القدس إلى واحد أمين. خريستوس أنستي. النهاردة الأربع من الأسبوع الثاني من 50، والإنجيل النهاردة من يوحنا. معظم الأناجيل في 50 يوم بنقراها من الكنيسة من يوحنا، بنركز جامد على إنجيل يوحنا في 50 يوم، بنبدأ به في القداس بتاع القيامة وبنمشي معاه لغاية آخر 50 يوم. في آخر 50 بنقرأ الأناجيل البرقليط، اللي هم الأناجيل ربنا يسوع المسيح. لما نيجي نقرب للآخر كده، أحد الأحد الأخيرة تاخد أناجيل البرقليط. سميها أناجيل البرقليط لأن ربنا يسوع المسيح بيحاول يعزي تلاميذه وبيكلمهم بالذات عن معزي آخر سيرسله الآب باسمي. الحقيقة أنا كنت مركز الأسبوعين اللي فاتوا دول على نقطة مهمة مهمة إن احنا نعرفها. احيانا لما بنيجي نقرا كتاب مقدس ونسمع تفسير، لازم الانسان يميز اللي بيسمعه. مش كل حاجه تتقال قد تكون تامل، لكن لازم الحاجه عشان انا اظبطها في دماغي. حقيقه اتعلمنا الكلام ده في الطب. لما تيجي تقرا بحث في الطب بيعلموا في النيابه في الطب انك تقرا البحث بنقد، بعين ناقده، ما تقبلش كل حاجه. يعني في شركات ادويه تعمل ابحاث على الطب، تقوم تعمل ايه؟ تحاول تزوق البحث بحيث ان يطلع لصالح مين؟ الدواء، عشان الدواء يتباع، مصلحتهم في كده. فاحنا لما بنيجي نسمع كلام لازم الاول نميز الكلام ده. اهم حاجه فيه، واهم حاجه واهم جزء طبعا، ان الكلام يكون ماشي مع كل كتاب مقدس، يكون ماشي مع الكل، ما يجيش بس حاجه خاصه لوحدها كده على جنب ونحفظ نقط منفصله عن بعض. لازم يبقى كل حاجه ايه، تكمل القصه، زي واحد معاه بازل وعمال يحط الايه، او بيسموه بالعربي الصوره اللي بتتقطع دي وتقعد تجمع فيها بازل. هما بيسموه بازل بالانجليزي بس ما اعرفش بالعربي اسمه ايه. يقعد يحطوها جنب بعض، لو الصوره ركبت وطلعت صوره كامله يبقى غالبا الحته دي الجزئيه دي ايه، في مكانها الايه السليم. لكن لو مش راكبه مع الكل او لوحدها يبقى في حاجه مش مظبوطه، انا حطيتها غلط، شايفها غلط، مقلوبه مثلا. فالنهارده انا عايز اتكلم على الحته بتاعت ربنا يسوع المسيح. لما كلمت السنه اللي فاتت فيها لحد يفتكر دي طول العمر، لما ربنا يسوع المسيح ظهر بعد القيامه، ما ظهر بعد القيامه. بنجيل يوحنا بيكلمنا على ثلاث ظهورات، بيقول ثلاث ظهورات. في اخر مره يتكلم فيها في انجيل يوحنا 21 يقول هذه مره ثالثه ظهر فيها يسوع. هو ظهر اكتر من كده في الاناجيل، في كلام كتير، لكن يوحنا بيختار لنا الظهورات الثلاثه دول. انجيل لوقا بيتكلم على ظهورين، بيتكلم على ظهور البطرس وظهوره لتلميذي عمواس وظهوره للتلاميذ بالليل. متى ومرقس بيتكلم على ظهوره للمريمات وظهوره بالليل في العليه. كلهم اتفقوا ان هو بالليل، ليله الحد بالذات، ظهر للتلاميذ في العليه. تعالوا نحطهم جنب بعض. انا هركز على الظهورات بتاعت مريم المجدليه وتلميذي عمواس والحد اللي فات بتاع توما. الظهورات دي بالذات اركز عليها لان فيها خاصيه مشتركه تدينا صوره كبيره عن القصه بتاعت ربنا يسوع المسيح وظهوراته بعد القيامه. اول حاجه، هو لما ظهر لمريم المجدليه، انتوا عارفين القصه اللي بنقراها في حد القيامه، بنقرا في العيد القصه دي، بيقول ايه؟ اما مريم كانت عند القبر واقفه ايه؟ تبكي. وبينما هي تبكي نظرت في ملكين جوه القبر، واحد عند الراس واحد عند القدم او قدمين حيث كان جسد يسوع موضوع. فسالوها: يا امراه لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ قالت لهم: قد اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. وهي بتتكلم حست غالبا زي ما احنا بيجي لنا احساس كده ان حد بص علينا من ورا. بيجي لنا الاحساس ده احيانا، حد بص علينا. احيانا الواحد لما يبقى موسوس قوي يحس طول الوقت، لكن في الطبيعي بنحس لما بتبقى حقيقي في حد بص علينا، فبنحس نروح مدورين كده. فحس ان في حد باصص عليها، فتدورت فشافت مين؟ يسوع واقف. هنا دي الموقف ده لما انا اقف عنده شويه بيوقفني كتير جدا. يعني انا افكر فيها كده، يعني طب يا رب انت ده يومك ده اليوم اللي انت اتولدت عشانه، هو ده ان لازم ده المجد بتاعك. انا بتخيل ان اليوم ده لما قام من الاموات بالجسد بتاعه اللي كان في القبر، الجسد اللي التلاميذ مش كلهم، كان يوحنا الحبيب
يوسف ونيقوديموس والعذراء ومريم المجدلية وسالومي وكل الستات اللي كانوا واقفين عند الصليب، حنطوه على قد ما يقدروا بسرعة، ما غسلهوش، حطوه زي ما هو وحنطوه بسرعة بالحنوط اللي جابه نيقوديموس، وحطوه في القبر بتاع يوسف ولمسوه. كان ايه؟ سائع، صح؟ كان سائع وكان مش خشب. في الدراسات بتاعت الكفن يقول لك ان هم لما درسوا الكفن كويس بتوع الشرعي، الطب الشرعي، قال لك ان الايد كان فيها حركة خفيفة عايزة ترجع تاني تعمل ايه؟ كده، لانه كانت ماتت ايه؟ كده، فكان متخشب وسائع، مفيش نفس في الطقس بتاع الدفن، يعني في اي شعب من الشعوب بيجيبوا ايه؟ شمعه يولعوها ويحطوها قدام الايه؟ البق والمناخير، يشوفوا اذا كان في نفس لسه ولا لا. واضح طبعا من الطعن في جنبه ونزل منه دم والدنيا اتبهدلت خالص يعني. فمفيش حاجه خالص، مفيش. فتاكدوا انه ميت. فهي دلوقتي مش فانا بقول هو دلوقتي داخل من الموت، وبقى دلوقتي ايه؟ القيامه بجسد ممجد، حاجه جامده جدا، حاجه جباره، حاجه مهوله، حاجه ما حدش يخطر على بال حد ولا يصدقها حد، حاجه ما حصلتش في التاريخ ومش هتحصل غير لغايه نهايه العالم لما كلنا نقوم ونتغير زيه. طب ليه تقف؟ ليه يا رب تقف؟ ليه توقف كل الهايلمان ده؟ انا متاكد ان انت في سكتك رايح بالجسد ده المتبهدل ده اللي قام من الاموات، رايح تقدمه لابوك كبكوره. الكتاب المقدس لما تقرا الكتاب المقدس كويس في العهد القديم، في عيد في نفس اليوم، يعني لابسين كده زي الكربونه، عيد في يوم الحد ده بالذات، يوم الحد ده بقى بتاع القيامه في السنه دي، كان اسمه عيد البكوره. الفريسيين حلفوا براس ابوهم ان يتفسر كده، هو الحد اللي بعد الفصح لازم. ان جماعه الهيلينيين قالوا لا، هو الحد اللي بعد اي يوم بعد العيد، لا، قالوا لهم الحد لازم يبقى حد، لانه مكتوب في تاموس موسى غد السبت. فالعيد لابس ان ده عيد البكوره، وكان ربنا يسوع المسيح هياخد الجسد الممجد ده يديه لمين؟ لابوه. دي بدايه، زي ما كان بيعمل كل يوم الصبح، يصحى الصبح يعمل ايه اول حاجه في النهار؟ يروح يصلي عشان يقدم نفسه لله الآب. فوقف كل ده وقطع كل ده وجاء عشان يتكلم مع مريم المجدلية. ليه يا رب؟ عشان هي عايزاه من كل ايه؟ قلبها، عايزاه من كل قلبها. المهم، فهو لما قال لها يا امرأة لماذا تبكين، برضو نفس السؤال، قالت له ايه؟ بصت له كده وقالت ايه؟ مين ده؟ مين اللي جاي الساعة البدري دي؟ لكن في حاجة عجيبة حصلت ما عرفتهوش. قد نقول ان هو كان اتبهدل، الوش اتبهدل من الضرب، بس ما زال هيتعرف. انا لو حد بعد الشر وش ورش ورم هقدر اتعرف على ملامحه، مش ممكن مش هنساه يعني، ده حد انا عايش معاه بقالي 3 سنين ونص. فقالت له ان كنت انت قد اخذته قل لي اين وضعته، ما تتعبش نفسك، مطرح ما رحت انا هروح اجيبه جبروت. فقال لها ايه؟ ما رضيش طول بقى، انا ما فيش وقت. قال لها يا مريم. فلما قال لها يا مريم عرف اسمها. حاجة حصلت، هو عمل حاجة انه كشف نفسه ايه بيها، فجريت عليه عشان تمسكه، عشان تاخده الحضن، عشان ما تسيبوش. فراح قال لها ايه؟ نشوفها في الايقونات اللي جماعة الجريج يرسموها، ايقونات البيزنطي. ربنا يسوع عامل لمريم كده، خليك عندك يعني. وراح قال لها كلمتين وشت اختفى. ايه معنى ده؟ طب ده واحده بتعيط، طب انت يعني لو انا ابقى كريم معاها شويه، ربنا طول عمرك انت كريم، سيبها تمسك فيك. في الاناجيل الثانيه يقول لك المريمات مسكوا في رجليه، يسر كانوا حواليه وكلهم مسكوا في رجليه، بس ما ادهمش فرصه ان هم ياخدوه يمسكوه يقعدوه، يقولوا كلمه جري تقول انه يقعدوه معاهم، يعني ياخدوه معاهم. ماشي. بعدها بساعتين ثلاثه ربنا يسوع المسيح طلعوا 2 تلاميذ من العليه غالبا، قالوا ايه؟ قالوا الموضوع انفض، بلا كلام فاضي، احنا ضيعنا وقتنا وضيعنا كلام صعب قوي، ضيعنا وقتنا وضيعنا 3 سنين من عمرنا، كنا فاكرين ان ده هو اللي هيبقى المخلص ويعمل لنا المملكه ونقعد معاه ونحكم وكده، والعمليه اتفضت. يلا شوف كل واحد يشوف ايه حاله واللي وراه، احنا مش فاضيين. فطلعوا من اورشليم رايحين عمواس، يقول الكتاب المقدس 7 ميل. 7 ميل يعني قد ايه بالكيلومتر؟ 10 كيلو. تمام. الواحد يقدر يمشي قد ايه في الساعة؟
يقال كده لما تدوروا عليها يقولوا على الاسفلت او على بلاط او على حاجه يقدر يمشي الواحد 2.5 ميل، 2.5 ميل او 3 كيلو. طيب لو هما 7 يبقى ياخدوا قد ايه وقت؟ انا هحاول احسبها عشان اقول لكم المده اللي قضاها ربنا يسوع المسيح ماشي معاهم. 3 ساعات اقل ما فيها، 3 ساعات رايحين عمواس. هي طبعا لان السكه مش ستريت، ما هياش مستويه، طالع ونازل، انتوا عارفين الحتت هناك كلها طالعه ونازل وحجر وصخور وكده، فهتاخد لهم، هتاخد منهم ما بين 3 ساعات 3 ساعات ونص ماشي معاهم ربنا يسوع المسيح. ونعرف من القصه ان هو مشي جنبهم الاول، فبصوا عليه كده ورجعوا تاني يبصوا للارض، ما يبصوش لبعض، وكلامهم واضح ان هم ناس ايه، حتى لو ما انتش فاهم اللي بيقولوه الا انهم في هم وغم ايه ما يتلم. فربنا قال لهم مالكم في ايه؟ يا سلام، طب ما انت عارف مالكم. فواحد منهم اللي هو كليوباس، يقال كده في الناس اللي بتقرا الكتاب المقدس بالذات ان كتاب الاناجيل عمرهم ما يذكروا نفسهم بالاسم، يقول حاجه لها علاقه، بيقول لك التلميذ الذي كان يسوع ايه يحب، ما يقولش يوحنا، هو يوحنا اللي كاتب. ولوقا يقال ان لوقا هو اللي كان ماشي مع كليوباس، عشان كده ما رضيش يجيب سيره اسمه. فكليوباس وواضح ان هو شاهد عيان لانه بيقول لنا القصه بالتفصيل. كليوباس ده ابو الشباب اللي يقول عنهم الانجيل اخوات يسوع. مراته اسمها مريم زوجة كليوبا اللي هي ام يوسي وسمعان ويهوذا ويوسف، دول 4 اولاد يقال عنهم اخوات يسوع. غالبا هي يا اما بنت خاله او بنت عمه للعذراء، فهم يعتبروا صله قرابه جسد. فكليوباس يعتبر جوز بنت خاله ام ربنا يسوع المسيح، يعني عيله هم مع بعض. فقام بيقول له ايه كليوباس، بيقول لربنا ايه، بيقول له انت الوحيد اللي قاعد مع في اورشليم وحدك، قاعد في اوضه لوحدك وغريب، ما انتش من البلد، بيتريق عليه يعني. يعني عايز يقول له احنا فهم سيبنا في حالنا انت، يعني عايز اقول لك ايه، ما انت كنت موجود، الدنيا اتقلبت الويك اند اللي فات ده، الدنيا اتقلبت وانت ما سمعتش حاجه خالص من الكلام ده. فربنا رد عليهم وقال لهم طب وايه اللي حصل يعني؟ فقالوا له ده احنا كنا مع يسوع الناصري وكان من الجليل، وبيحكوا له القصه بقى بتاعته، قصته هو، فهو بيسمعها منهم. ربنا بيحب يسمع كده، خلي بالكم. يعني احنا في القداس بنقول ايه جديد على ربنا؟ احنا بنقول يعني ربنا في القداس بنقول له ايه؟ ايه جديد؟ ولا حاجه. بس هو يحب يسمعنا واحنا بنحكي عنه ويشوف احنا قد ايه متاثرين، دي تعبين عن المحبه. فقال لهم انتوا عشان كده حزانه يعني؟ عشان كده حزانه؟ ده انتوا مش واخدين بالكم ان الانبياء اتكلموا عن القصه دي كلها من اولها واللي حصل، وبدا يحكي لهم من موسى، يعني هم حكوا له قصته، هو حكى لهم ايه للناس اللي في العهد القديم قالوه من الاول للاخر. اخذ 3 ساعات درس كتاب، اخذ 3 ساعات لغايه لما الدنيا ابتدت تغرب. غالبا ابتدوا حوالين الساعه 1 2 الظهر، بقت الساعه 4 5 وابتدى الشمس هتغرب خلاص. فهم وصلوا عمواس ودخل دخلوا البيت، كان في بيت هناك، وطلعوا معاهم يمكن كيس كده فيه اكل، فطلعوا الاكل، العيش لازم حاجه اساسيه، العيش، وطلعوا الجبنه ولا اللحمه اللي معاهم ولا السمك، وطلعوا وحطوه على الترابيزه وقالوا له انت. هم طبعا فهموا، حتى ان بيقولوا كده ان هم الاثنين قالوا ان قلبهم ابتدى يلتهب، وهو بيتكلم حس ان في نار جوه بتاكل فيهم، نار حلو مش وحش. فقام قالوا له انت رباي معلم وانت ضيف، فمن الواجب ان انت اللي تعمل ايه، انت اللي تبارك، انت اللي تصلي. فدوا له العيش، فاخذ العيش ومسكه في ايده وشكر وبارك وكسر وقدام، وهو بيكسر وبيديهم مره واحده عينيهم ايه اتفتحت، شافوه. انا متاكد ان هم عملوا كده، فهو هم بيعملوا كده اللي حصل مره تانية. الله، ليه بتلعب معاهم استغمايه او بيسموها حلق حوش، صح؟ حلق حوش. يعني انت لما تلاقيني مش هتلاقيني، لما تشوفني مش هتشوفني. طب ليه يا رب؟ هو احنا بعد الايام قلبناها لعب، وقبل الايام كانت جد جدا، وبعد الايام بقت لعب؟ لا مش لعب. فايه اللي عملوه التلميذين؟
انا اقول لكم حاجه، في الطقس بتاع الكنيسه الروسيه في حاجه غريبه قوي. الكنيسه الروسيه فيهم طقس القيامه، في الباكر بتاع القيامه الكاهن يفتح الستر، اول حاجه يعملها اول ما يفتح الستر ياخد معاه قفه فيها ورد، ورد اللي هو بتاع الجمعه العظيمه اللي احنا بنستعمله، اللي في الاطياب، ويجري. لازم يجري، الطقس يقول له لازم يجري، كبير صغير ما لهمش دعوه، يجري في الكنيسه ويلف حواليها وهو بيرمي الايه الورد. طب بنقول بيجري ليه؟ قال لان التلاميذ كلهم كانوا بيجروا اليوم ده، كله كان بيجري. لما مريم المجدليه شافته عملت ايه؟ جريت على العليه. لما بطرس ويوحنا سمعوا منها جريوا على القبر. ولما تلميذي عمال سمعوا وشافوا ربنا يسوع المسيح عملوا ايه؟ بدل ما كانوا رايحين ماشي في 3 ساعات رجعوا في ايه؟ يمكن ساعه، يمكن ساعه، لانهم من الانفعال والحماس الشديد اللي هم فيه عايزين يقولوا للباقي. الموضوع حقيقي اللي قالوه للستات مظبوط حصل، يعني عشان كده التحيه بتاعتهم لما دخلوا يسوع قام، فيردوا عليهم هم من جوه يقولوا لهم ايه؟ بالحقيقه قام، صحيح احنا عرفنا كده. فلما جري وصلوا العليا وخبطوا على الباب ودخلوا لقوا التلاميذ منفعلين جدا، فقالوا لهم احنا شفناه وعرفناه، اول ما كسر الخبز عرفناه. قالوا لهم واحنا عارفين ان هو قام، لان مريم المجدليه قالت لنا، ومش بس مريم، قولوا سيبك من مريم، جت بطرس كمان شافه، تمام، وهم منفعلين جدا وعمالين يتنططوا ويستغربوا، طب وايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سحر في ايه؟ فقام مين اللي جه في وسطيهم؟ ربنا. والكتاب المقدس في يوحنا بالذات وبقيه الاناجيل يقول لك ان البيبان كانت ايه؟ مقفوله، وراح يسوع راح ظهر في وسطهم. دلوقتي لما ظهر في وسطهم ما كانش في اي حد عنده شك هو مين؟ اعرف ده منين؟ حدش احتاج يساله انت مين؟ ليه؟ لانهم اتخضوا، وربنا اضطر يقول لهم ايه؟ انا مش ايه؟ انا مش روح. طب ليه تقول على حد روح؟ ليه الواحد يقول على حد ان هو شبح لما يكون شافه ايه؟ ميت، وتأكد منه انه ميت. لكن الخلقة هي نفسها هي دلوقتي قدامي واقفة بلحمها وعظمها، بس عشان يأكد لهم ان انا مش خيال، الخيال تحط ايدك فيه تطلع من ناحية تانية. قال لهم ايه؟ جسوني وانظر، تعالوا المسوني. الله، طب انت قلت لمريم ما تلمسنيش، وتلميذي عمواس ما اديتهمش فرصة حتى يقعدوا معاك يتهنوا بيك دقيقتين وهم عارفينك، وجي في العلية بتقول لهم جسوني. طب البازل ده نحطه على بعض، نركبه ازاي بقى؟ القطع تمشي ازاي مع بعض؟ ده مش بس كده، ده ما كانش معاهم في واحد كان ناقص في الشله، هما 2، واحد منهم انتحر والتاني ما نعرفش راح فين، ما حدش قال لنا راح فين. راح البقاله يشتري شويه لبن جبنه، راح المول يشتري هدوم، راح يجيب اكل من السوق، ما نعرفش ايه اللي كان بيعمله توما يوم الحد بتاع الايام عشان مبقاش موجود مع التلاميذ. لكن انجيل يوحنا يقول ايه؟ لما رجع، قد يكون رجع لحد بالليل متاخر قوي او بعد يوم الاثنين، انا ارجح ان رجع الاثنين، فقالوا له الحق انت كنتش هنا امبارح؟ يسوع جه. قال لهم مش هصدق الكلام ده ومش عايز اسمع الكلام ده، لما يجي هو بنفسه ابقى انا اقول معاك، غير كده ما تقولوليش حاجه. اللي انا عايز اقوله ان ازاي ربنا، وده سؤال ثالث بقى، الثالث اللي لازم نحله، ليه ربنا يستنى لغايه حد توما عشان يوري له نفسه؟ الله، طب ما انت رحت لتلميذي عمواس ما رحتش لتوما ليه؟ ما هي في اسئله كتيره في الحكايه دي، ليه؟ طب ده القطعه الثالثه، مريم المجدليه القطعه الاولى، تلميذي عمواس القطعه الثانيه كده بقى الرابعه، والثالثه بتاعه ظهوره في العليه بالليل يوم الاحد، الرابعه ليه توما لازم يستنى لغايه يوم الاحد عشان يبقى حد توما؟ يبقى ربنا هيزورهم يوم الاحد في العلية، يديهم نفسه ويوريهم جسده ويقول لهم خدوني جسوني المسوني، والابواب مقفوله، ويجوا من الحد اللي بعده تاني يظهر في وسطيهم ويقول لهم ايه الكلمه المشهوره اللي بيقولها كل ما يظهر اللي اصبحت لازمه؟ السلام لكم. دي لازمه للمسيح، لما يظهر اول ما يظهر يقول لهم السلام لكم، ما تخافوش يعني. طب ايه معناه الكلام؟ مالهاش غير معنى واحد، كل اللي يجمع الصور دي كلها مع بعض هي حاجة واحدة بس، اللي احنا عارفينه أصلا من التقليد بتاعنا اللي بيقول ايه؟ ان كان معاهم 40 يوم بيعمل ايه؟ يكلمهم في الأمور المختصة به
الكنيسة اللي هي ملكوت السماوات على الأرض. فهو مش بيكلمهم بس، ده هو بيرسلهم الايه؟ السيستم. احنا نتقابل مع بعض يوم الحد، ويوم الحد بالذات انا هكون في وسطيكم والابواب مقفولة، وهتجسوني وتاكلوني وتاخدوني البيت وتعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. اي حد عايز يعمل حاجة فيا هيعملها يوم الحد. طب امال بره بقيه الايام مش تبقى معانا؟ لا، هبقى معاكم، بس مش حد ايه، مش هتشوفوني بطريقه منظوره ملموسه محسوسه. من هنا ورايح انجيل بعد الانجيل ما تخلص، يبدا اعمال الرسل، تبدا الكنيسه، يجي انجيل اعمال الرسل، اعمال الرسل انجيل الروح القدس، يقول لك ايه؟ واذ كان التلاميذ، اللي هو عدد، اللي هو اصحاح 20 عدد 7، يقول لنا دي كانها حاجه عاده، اللغه اللي مكتوبه بيها كان اصبحت عاده الكنيسه. هي دي. انا هنوصل هنا وهنقول لكم ايه اللي ممكن الانسان يفكر فيه كتطبيق. لو يقعد يتامل شويه في القصه دي هيشوف ان في تطبيق للحكايه دي مهم جدا. بص يقول ايه في اعمال الرسل، وفي اول الاسبوع. از دي معناها انها حاجه ايه، تفسير از، لانه التلاميذ كانوا مجتمعين يكسروا خبزا. دي هنا الكلمه بتاعه كسر خبز في اعمال الرسل هي تساوي ايه؟ التناول، الافخارستيه. دي هو ده الاسم المطلق على دي. فكانوا كل اول اسبوع بيتلموا عشان يعملوا ايه؟ في اول اسبوع ده يوم الحد. يبقى هم اتعودوا من ربنا يسوع المسيح، من الاناجيل، هو اللي عودهم انه هيظهر في وسطيهم يوم الايه؟ لما يتلموا مع بعض. بره انا هاخد بالي منكم بس مش هتشوفوني ولا هتقدروا تلمسوني ولا تيجوا جنبي. جوه الكنيسه انا هبقى ماديا بجسدي اللي انا قمت بيه. عشان كده الكاهن يشهد يقول ايه؟ يقول وان هذا هو الجسد الذي اخذه من العذراء والذي اسلمه عنا والذي ايه؟ قام. هو ده الجسد بعينه، وهو بيديهولنا في الكنيسه. كل حد بنتلم ربنا بيجي في وسطينا والابواب مقفوله. كلمه مهمه واحده، الابواب مقفوله. حتى ان الكنائس التقليديه كلها ارثوذكس وكاثوليك يقفلوا الكنيسه في القداس، ما يفتحوهاش. الكنيسه مش باب مفتوح. انا ما بحبش الباب بتاع الكنيسه مفتوح، لان العليه كانت مقفوله لما ربنا جه في وسطيهم، ولان التلاميذ اخذوا جسد المسيح ودمه في العليه والابواب مقفوله. معنى صح، الروح القدس مش محتاج عشان يجيب لنا جسد المسيح اللي قايم الاموات ان يخبط على الباب. من هنا افهم ان ربنا يسوع المسيح عمل شغل كبير جدا في الاربعين يوم عشان يعمل ايه؟ ياسس الكنيسه، والكنيسه عنده هو، ان احنا نتلم حوالين مين؟ جسده هو. ما عشان كده برضو اقول ايه العذر اللي يخلي اي انسان في الدنيا ما يبقاش في الكنيسه يوم التناول او يوم القداس. صحيح احنا بقينا بنعمل ايام تانية، لكن الحقيقه هو الحد اللي الحد هو اليوم اللي المفروض ان الانسان بيدير ربنا، لانه بيجي في وسطينا في الحد. ومعلش اذا كنا بنحضر في ايام تانية يعني، بس مش ده الامثل، مش ده الاوقع. ايه العذر اللي يخلينا ما نحضرش الكنيسه ونتناول لاي سبب؟ ايه السبب؟ اذا كان ربنا اهتم الاهتمام ده كله بعد القيامه وهو لا يحتاج لهذا، لا يحتاج احنا اللي محتاجين له، مش هو اللي محتاج لنا. يروح يدور على مريم المجدليه. فكركم مريم المجدليه كانت هتسيب القبر لو ما كانش ربنا راح كفها؟ لا يمكن، كش هتسيبه. ولا تلميذي عمواس كان هيرجعوا لو ربنا ما راحش جابهم؟ لا. فعلينا واجبين. واجب الاول نسال الانسان نفسه، ايه اللي يمنعني من ان انا اتناول؟ ايه اللي يمنعني ان ابقى في الكنيسه واتلم مع الناس اللي جسد المسيح واخد جسده ونطلع بيه؟ النقطة التانية هي ليه انا مقصر في ان انا اروح الم مع ربنا يسوع المسيح؟ الم معه. مش قال الذي ايه؟ لا يجمع معي فهو ايه؟ وده اللي قالها القديس يوحنا. القديس يوحنا قال كلام حلو قوي في الحتة دي، لما بعد قيامة العذر، افتكروا الآية دي اللي قالها ربنا يسوع المسيح في عدد في إصحاح 11، لما قال ان الراجل رئيس الكهنه قال كلمه جباره كانه هو فاهم بيعمل ايه، هو مش فاهم حاجه. دي كانت من الروح القدس. في اخر الاصحاح لما قالوا لهم الحقوا ده قوم الراجل من الاموات بعد 4 ايام، فبيقول واحد منهم قيافه قال كان رئيس الكهنه في تلك السنه، انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. راح معلق قديس يوحنا، لم يقل هذا من نفسه، ده حطها في باله. خلي بالك الموضوع ده اتكتب 40 50 سنة بعد، أكتر 60 سنة بعد الأحداث.
مش نسيها دي الكلمة دي القديس يوحنا. بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة قيافة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، يلمهم. وده اللي عمل ربنا يسوع المسيح بعد اليوم. فأي حد يبقى بيحب ربنا وعايز يبقى معاه هيفكر في اللي ربنا عمله ويقول هو عمل ايه، خلينا نشتغل معاه. اشتغل معاه مش بس لنفسي، مش مسؤوليتي انا، البيت بتاعي والناس اللي اعرفهم والناس اللي احبهم كله لازم يبقى هنا عشان ايه؟ يجس ويلمس ويدوق ربنا يسوع المسيح. لإلهنا كل المجد، الآب والابن والروح القدس.